و3800 من الخطوط الكلاسيكية باش نربطو 43 مدينة بلاصه 23 ونوصلو السكة الحديدية 87% من الساكنة بلاصه 51 حاليا. وتيشمل هذا المخطط مشاريع باش نوصلو السكة الحديدية للميناءات والمطارات. هذا المخطط ديال الخطوط الفائق السرعه عنده جوج المحاور الاساسيه، المحور الاطلسي اللي تيربط بين طنجه وكادير، والمحور المغاربي اللي تيربط بين البيضاء وجده مرورا بمدينه فاس. ولكن هذا البرنامج هذا تكلمنا عليه، ويعني الاستثمار ديالو 400 مليار ديال الدرهم، والتذاكير ما تتغطيش على البنيه التحتيه اللي تتشكل اكثر من النص ديال هذا الاستثمار هذا. ففيما يخص الربط ديال فاس، بالطبع المكتب قام بالدراسات الجدوى السوسيو اقتصاديه والمبلغ تقريبا 23 مليار ديال الدرهم. ولكن بغيت نشير الى انه مده السفر بين فاس والبيضاء غادي يتم التقليص ديالها الى ساعتين و50 دقيقه عند انهاء الخط السريع بين القنيطره ومراكش، يعني غادي نربحوا ساعه ولو انه ما نكونوش بنينا الخط الفائق السرعه ما بين فاس والدار البيضاء. وشكرا. شكرا سيد الوزير. كنظن ما بقاش تعقيب.